نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، ويسر لنا بفضله ورحمته تلاوة القرآن. نعم، سيأتيك الصوت إن شاء الله. نعم، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن إن شاء الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء، نعتذر من إخواننا الذين لا يفهمون اللغة الصومالية، لأن الإخوة طلبوا أن يكون الكلام باللغة الصومالية أو اللهجة الصومالية، ولذلك من جلس واستمع وإن لم يفهم له الأجر إن شاء الله، ومن لا فله العذر أن ينصرف إن شاء الله. وإن شاء الله نعدكم ليلة أخرى، يعني نتكلم بما تفهمون إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى جعلنا من أهل القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى حنا قد جي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أمة القرآن الكريم. بركة وحال ليلي محاضرة وحي كساب سنة القرآن كي فضل إيسا إيو حوغي تاريخ ذا حفظ أما برشد القرآن كه سومالي، بل انت إله نغا وافجيو أيا وحكا أورانينا إن كستو موضوع القرآن كساب سنة إيا كهذا الكيسو وأبهن يهي محاضرات آذف ربضاً يوختيبضاً، الله نوافجي إن شاء الله تعالى. مركب كوبات قرآنك ولا ليال، وهذا الكيله جل جلاله فضل أنت سأغفل، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الله جل جلاله يا خلقه سميع البصر وغفران كره يا الله سير بردك كرا سيدا سوكلا أيان هذا الك إلهي يا هذا الك مخلوقات كنا أن لسوسو بردك كرين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. كلمة سيدا ذبا قيمها ذو قيمها ماشي أي أنس بشيغانيس أما قفك كله وهاقا أما كوهد لا أي لقيمته. وهذا كلمة دنينك عادي هي ما لها نسك جوغة وأرانا يو يكدو أنت هي كلمة دنينك مسؤولك أما ودن مدح وينك أما وزيرك كلمة دأويلا هي كلمة دنين شعبك كم دأويلا اسكو قيمة ما يعني دادكو اسكو سيء قيمين ما يعني بقول رضي مدح وين ياشي وحلم إذا هدي حتى سلام أي صدران رضي ياشي إذا عدها أي تلفزيون كان لقي شيء سلام بيدرين هذا هو هذا تكون قربان أنت عد سلامته تلفزيون كم شيء غي رضي هنا لقي شيء ما بها معناها إن لو حقيرة يه وحوي سداسة فطرة إلهي أسمية تعي كلمة قيمة يذو قيمتها ماشى أي كصعته يقف كان لون نسبيني ماشى لون نسبيني. سيدا هذا مثلا المهير كلمة بكل واقعية أما أرن بأرانية أرن تاس ويرا أما سيدا أوحد لين قفك رغيسين يا وحو دجين يا مبوسك أولك ما المهني مثلا وحلق يا أبائن ويرا أبائي بابا بوري سوق دي سوقوشة كيني هدو دونت وحكو أرانية أبا ما أنت ديارة مهوية ديارة ديارة بوي سوق دي مهوية ديارة بوي سوق
markuu saa leeyahay ilmaha yar u fahmi maysid inuu diyaaradda weyn ee lagu duulo ee lagu safro u jeedo, waxaad u fahmaysaa wax lagu ciyaaro un inay tahay soo sidaa ma. walow yuusan isagu kuuba waadixinin oo ku caddaynin, laakiin adigu saasaad u fahmaysaa, maxaa yeelay waxaad la qiimo dhigaysaa kelimadda ka soo baxday, kelimadda meesha uu isagu martabada uu joogo. wacalaa hada faqas, hadday arrintu ay sidaa tahay, kelimadda ilaahay xaggiisa ka timaadaa bal qiimaheeda ka warramo markaa. ملك الملوك ذو الجلال والإكرام فهي أفضل الكلام. مركا هذا الكإلهي وأفضل الكلام و هذا الكإلهي هي هذا الكغير كي سنة ليس ما سو بربري كرا ليس ما نسبين كرا حقا إن تذكر لفهنسيون بنبي ساولها وفضل كلام الله على سائر الكلام تفهيما للناس بو ساوي رمويه ما بلش سو بربر دغه كرو هذا الك الهي اي بوره اي حنباري وايين كما قال ربنا جل جلاله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بوره اي حنباري كروايين با إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كحنبارسي وأتيسيري وأسهلي إن يكون واقان ويكون هضلان ويدقيستان. هذا من تيسير الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا إلهي سبحانه وتعالى تيسير لهين أما أسهل لهين وما سهلناتين كما سهلناتين لات كلمة حرف قرأ هذا الكلاه قد واغضو بل كما سهلناتين إلى أن مغشو إلى الدقيشة. ولكن وتيسير من الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن كإلهي ولا ليال وهذا الكاوين عظيم كأ ربك جل جلاله وكسو دجيي على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الضسعتان ساد ضسعتان با وحو كد شيء وكد حكري قوم كي سر قريشها بعد ما شيء قدن بيسي تاقنا بعد ما شيء قدن بيسي قاري أصنام iyo dhagxaan iyo waxyaalo geeda ay ka qoreen oy gacantooda ay ku samaysteen caabudi jiray, bal cibaadada ay caabudayaan heer ay gaarsiiso in ay ilmahooda oo iyagu dhaleen iyaga dartood hortooda ku gowracaan. qad khasira alladhina qataluu awlaadahum safahan bighayri cilm waxaramuu maa razaqahum allahu iftiraa'an cala allah qad daluu wama kaanuu muhtadiin. ضلال ماشي قدام بيسي بي كتاقنين قوم كاسا نبيين صلى الله عليه وآله وسلم كد احدى شيء رحمة الله تعالى ينحري استيسى إلهي سبحانه وتعالى ديموتي وحا إلهي سبحانه وتعالى قؤامي وقدر وقضى إنو كسر الحسار واحدا منهم رجلا منهم سيدو القرآن كبكويري أكأوليه سبحانه جل جلاله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. رجل منهم بؤها صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله تعالى إلهي أرنتن ونبينا عليه الصلاة والسلام الدياري وقتلق لي إنه خير الأنبياء ونقضه نبي ذكي قدن بيه ونقضه تهيئه سميه ودياري ما
marka nabigeennu sala allahu calayhi wasalam say ku barbaareen qowmkiisu kuma barbaarin, waxyaalaha ay ku dhacayeenna kuma dhicin, sanamna ma caabudin, ilaahay baa ka dhowray. allah ka xifdiyey jalla jalaaluhu, yaraantiisii baa ilaahay tahiray. waxaa dadkiisu ay ku jiraan inay aada u foolxun yihiin wuu arkayay, hase ahaatee meeluu ka bilaabuu garan la'aa, siduu uga joojiyana wuu garan la'aa. waa markuu ilaahay leeyahay wawajadaka daallan fahadaa, ay wuxuu ka baadiyaysnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dariiqata alhidaaya, dadkiisu inay qalad ku jiraan wuu arkaa, laakiin suu hanuun iyo garan maayo wuxuu kala hadlay, ilaa waxba looma waxyoonine. marka nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam min yaraantiisii way la foolxumayd waxa qowmkiisu ay ku jiraan, lianna fitradaaba diidaysaba. qur-aankuna wuu ku soo celceliyaa in badan fitrata annaas, sida ilaahay dadka u fitrata allah alatii fatara annaasa calayhaa, in koonkaani rabbi leeyahay, in makhluuqaadkan ayna iska samaysmine mid sameeyey uu jiro, kaasina uu mid qura u yahay, mulkigan iyo boqortooyadan iyo maaragtay nidaamkan cajiibka ahee aan isdaba maraynin ee shaqaynaya habeen iyo maalin, qorax soo baxaysa oo dhacaysa oo aan weligeed min maalintii ilaahay abuuray ilaa yowm alqiyaama aan isbedelaynin, oon ilbiriqsi soo daba maraynin, waxaas iskama ahaanin rabbi baa sameeyey. fitradu saasay odhanaysaa, walaakin shaydaanka baadiyeeyey oo waxyaalo kaloo xunxun u qurxiyey. kolka baadiyeynta uu shaydaantu dad kala baadiyeynaya baa kala darajaaduhu, kuwaasaa ugu foolxun. waxaa ugu foolxun wax isagoo ilaahay bani aadam ka dhigay oo sharaf yeelay oo qiibo u yeelay, wuxuu isagu gacantiisa ku samaystay inuu caabudo, bal heer waxay gaarsiinaysaa ay timirta intay ilaah ka samaystaan hadhow ay caabudo ay cunaan, markay gaajoodaanna waa cunayaan, marna ilaah buu u yahay. heerkaasay ahaayeen maxabada iyo kalgacaylka asnaamta quluubtooda uu shaydaanku u geliyeyna waxay keenaysay inay ilmahoodaba u gowracaanba. nebigu sala allahu calayhi wasalam baadidaas iyo dalaamka iyo mugdiga koonkan oo dhan oo ku jira ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa diyaa iyo nuurka ah buu ilaahay qalbigiisa ku soo tuuray. wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina, waaba ruuxba, fakaana alkowna kullahu, kownkan oo dhanba wuxuuba ahaa jasad oo bilaa ruuxa, waxaa ruuxu noqday kalaamu llahi aladii huwa alqur'aan wa huwa alhidaaya ayaa ruuxu noqday. ruuxan min amrina, maa kunta tadrii ma alkitaabu wala aliimaan walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa'u min cibaadina. nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo keligiis meel gaaru xiraa yacni ku ictizaalay oo halkiisaas rabbigii ku caabudaya, yataxanathu bimacnaa cibaada, laysa cibaado uu dhaxlay ma aha ma uu arkee, wainamaa cibaadadiisu waxay bahalayda tafakkur iyo juluus iyo fikir iyo inuu fikiro. waxaan isuma dhigmaan koonkan khaaliqa abuuray rabbulcaalamiina iyo malikulmuluuk duljalaali waalikraam ee dadka u nicmaynaya ee waxalla waxay doonayaan siinaya, wahum yacbuduuna gayra allah, arrintani arrin saxan ma aha. halkaasuu ku cibaadaysan jiray cibaadatu tafakkuri, dabadeed rabbigeen baa kusoo dejiyey qur-aanka hadda maanta aynu akhrisanayno ee kalaamullaahi ah. iqra' bismi rabbika aladii khalaq bay ka bilaabatay, jibriil baa halkaa ugu yimid, waad wada maqasheen qisadaas, ma uusan filaynin, ballan horena umasii dhexaynin, kamay dhexaynin, waa u yimid, waa u qabtay, weliba aada buu yacni jahdi wuxuu ku sameeyey, yacni waxaad odhan kartaa wuu tuujiyey oo wuu isagoo oo dhan buu ruuxruuxay oo naftii baaba inay ka baxdu ka baqay. dabadeed waa sii daayo, wuxuu yihi iqra aqri, wax ma aqriyo, adee nebigu waxba ma aqriyo. nebigu qur-aanka ilaahay waa kusoo qalbigiisu kusoo dejiyey,
أفكيسنا وكأقرية لكن قعنتي سوالي وحبك ومقرين وحأخر لقرين ما أخرنين وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون إرقى النبي من صفاته ولغو أمانا وحكم إذا أمي بوها لا يقرأ ولا يكتب طب ذاتي أم بوشي يا جبريل وحوري وحبه ما أقريانو هذا نوا كعلي مرلبات وحنوجي اقرأ وسيداي ما مركز هذا حاد أيو هذلك إلهي وحيودي بو كأخذ الأغرية اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك مقع ربك وأول كلمة ومن كلام الله قلبك النبي كل عدد اكتيسنا يمقش ووحي أهري أديدي وحين كبل لابتي ألصق شيء بالإنسان وهو الربوبية باسم ربك ربك كي كبرباري كي كأبوري كي كنعميني إلهي جل جلاله مقع عبدا بوليه ولكن مقع ربوبية الصنية أي ألصق إن شيء بالإنسان في مقام الحمد لله تعالى إيو جعليسين تمرك قفك اللي جعليسيني ربك سروبوا بيضا لقالها الله اقرأ باسم ربك ربك واكما الذي خلقك وحبوري وحيا لبضا بو ربك أبوري يعني من صفاته وحاكم إذا أنه خالق وحكا استئو الله أبوري سقى أبوري لكن هذا أرنت اللوجي إذا القرآن كان لوسود جليو مخلوقات فر بدن بعدونك كنول اما مخلوقات فر بدن با الهي ادونك سميي اما هنولادين اما جماد ها هذا واحد دون تاب هنقدي حد ايغا لو مو ودا جيدي انسان كان لو جيدا مركاسا سي خاصه وحا لو يري خلق الانسان اقرا باسم ربك الذي خلق كي ابو رمحو ابو ري خلق الانسان انسان كو ابو ري وغير الانسان ما ابو رمي هو ابو ري لكن هذا لو جيدا وركان ادو كو سوده هذا الكن أذى الوسود الجنية أيها الإنسان خلق الإنسان من ماذا خلق محوك أبور إنسانك من علق علق بك سمي وحنجر حنجر لي قويان مفرد كيدو علق جمع كيدونا وعلق محاس الرنتان لو حسي ولي لسيقار اللو حسي إلا أن إنسانك تكوين كيسي أبوريتان كيسو مراحل بضم بصومرا مرحلة مراحل شكم إذا ما بجرين بقى كبعد إلهي بقى سبحانه وتعالى وحوك أبوري عيدك أبوري ولبضها أصلبا وإلهي والنون نسبيا إنسانك إن نطفنا لقى أبوري إن علقنا لقى أبوري إني خالق بشرا من طين من طين بشرا من طين وآدم كل ذكرنا إلهي سوى ذكر الله هذين وحويري أن قال ولا هذين وحويري هو الذي خلقكم من تراب لأن يعني أصل كنا تراب لقاها أبهم بترابها عيد ولا قابوري خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ترابت مرحلة أهي نطفة وعنوفة والمقصود بها المني أسود ربك النوشي وأكو إلهي لي سبحانه وتعالى مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب مرحلة النطفة مرحلة أهي مرحلة على قل إلى باجرت حنجر بيقه أرورتي أو رحمك الأمهات إلهيك أبوري هذه هي مرحلة العلقة وحسيقار الله حسيبا ليه ومرك وإنسانك أغو ضعيف سيه أغو تقدرين يه نطفة مركو أها مستودع بو أها وملبو كوك هيد سنة أو أما نبرك رقوك أما هوينك أما ركتين لابتو ذا مركو ويسك أرديين وح مشكلة ميشا سي مجرين مركو نطفة أها لكن مركو علاقة نقضي وحنجر ليغا نقضي أوليبا انتو المقالين كهو يدي انتو قلي سيقو وح مصمارا ميشا لقود جن
wax kooli iyo lasqana lagu dhajinin halkaa ku dhex jira isagoo xinjir yaroo dhiiga markaasuu ugu taagdaraa markaasuu miskiin ahaa markaa iyadoo kan ka warhayay ee ilaalinayay ee abuurayay ee u nicmaynayay ee ka ilaaliyay inuu meelahaas hooyadiis markii ay socoto inuu ka soo daato ka soo dhaco waa rabbigaas weeyaan jalla jalaaluhu fayaa muxammadu muxammadu adaa lagula hadlayaa wamin khilaalika dadkao dhan baa lala hadlayaa kuwa meesha fadhiya hadda iyo kuwa iman doonaa lala hadlayaa rabbigaa magaciisa iqra' bihi aladii khalaqa khalaqa alinsaana min calaq calaq waa awal tacriif iyo isbarid uu rabbigeen isbarayo insaanka uu isbarayo anaa calaqadaa kaa sameeyey miyaad xusuusataa marka mise waad ilowday hadda maanta waad weynaatay magac baad yeeshalad yeelatay xuquuq baad yeelatay lacalla wacasaa mansib iyo makaano iyo baad yeelatay walaakin yowm min alayaam oo waxaa ku soo martay aada calaqa ahayd xinjir yaroo dhiiga aada ahayd halkaa aada ku jirtay dulumaadkaas oo raximka ummiga aada ku jirtay yaa ku ilaaliyey yaa kaa warhayey yaa ku nicmeeyey yaa inaad meelaha aad ka dhacdo oo hooyadaa ka soo daadatay yaa kaa ilaaliyey allah alladii huwa man rabbuk rabbigaa ah ee ku barbaariyey ee ku abuuray ee ku nicmeeyey ee nicmadiisa ilaa hadda aada ku jirto alladii khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam marka majlis kaste oo walaalayaal la fadhiisto arrin kasta oo laga hadlo mowduuc kastaoo laysugu yimaado nebigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii oo dhan iyo sunnatu alqur'aani fi dacwati ila allah taasaa laga bilaabaa kow rabbi baa lays jeclaysiiya leanna waxa laysugu iman ama caawo halkaan isugu nimid ama aan iskala hadlayno ama aan iska waaninayno waxa weeye inaan rabbigeen jalla jalaaluhu ateecno oo awaamirtiisa qaadanno oo sunnadii nebigeenna ku dhaqanno calayhi salaatu wasalaam marka awaamirta ilaahay in la qaato nawaahida uu naga reebayna laga fogaado waxa weeyaan waa takaaliif waa mashaqa waa waxyaala culays oo lagu saaray weeye waa waxyaala abuuritaankaaga si haddii la fiiriyo ka soo horjeeda insaanka abuuritaankiisu awaamirta ma jecla nawaahidii waxa laga nahiyeyna waa jecel yahay oo waaba tuu rabbigeen noo sheegay jalla jalaaluhu wanaha annafsa cani ilhawa waatuu nebiga leeyay calayhi salaatu wasalaam xufat aljannatu bilmakaarih wa xufat annaaru bishahawaat wax alla waxa wanaagsan ee camal ahee jannada ku geynaya naftu way nacab tahay makaarih baa ku xindaaban ay naftu ay kahanayso oo salaada iyo cibaadada iyo daacada iyo waa dhib weeye oo naftu ma aragtay way kahanaysaa oo ma jecla waxyaalaha oo ilaahay nafta uu ka nahiyeyna naftu way jeceshahay marka takaaliiftaas iyo awaamirtaa inta aan laga hadlin ee aan ma garanaysaa laysu sheegin waxaa laga hormariyaa oo had iyo goor laga yaabaa ducaadeennuna inaan iska ilowno ama ka ilduufno horta bal aamirkan wax amray naahigan wax nahiyey jeclaysii kan intaadan u sheegin amarkiisa bal horta jeclaysii bal horta uga sheekee bal nicmooyinkiisa dareensii oo waxaa tidhaha yowm min alayaam ninkaagan weyne magaca leh fulaane sheekh fulaana ama xaaji hebele hadda ama wasiir hebele ama waxaa doontaba noqee ama calaalaqal yacni magac weyn wata yowm min alayaam calaqaad ahayd oo ogow nudfaad ahayd calaqa kabacdina mudqaad noqotay gabal yaroo hilib ah mudqa maxaa loogu bixiyey waa inta yacni mar qura la calaanjinaya ama la cunayo hilibka ah hilib yar baad ahayd hilib yar ayaad ahayd kabacdi baa ilaahay mudqadaas hilibkaa yar gabalkaa yare hilibka ah baa ilaahay subxaanahu jalla jalaaluhu cidaamkaaga iyo lafahagan ka sameeyey nafta lafahagan naftooda waay walaakin markaas aada bay u yar yaraayeen markaasaa ilaahay tarkiib sameeyey oo yacni lafihii madaxa iyo lafihii daamanka iyo lafihii garbaha iyo kuwii ma garanaysaa feedaha iyo kuwii gacmaha iyo kuwii lugaha waxa dhan isku rakibay oo markaasaa ilaahay nidaam cajiib la u sameeyey
oo markaasay laazim tahay inaad qofka xusuusiiso oo tidaahid, oo annagu waan wada xusuusanno, oo adigu aad xusuusato, oo kan haddaya uu xusuusto. Soo ilaahay ma awoodin inuu hal laf iga dhigo kulligay, aan marnaba liicaynin hal lafka qura ah, sabba waaxida sida birtaas meesha taagan ama qorigaas, aan dhinacna u liicaynin ilaahay waa kaa dhigi karay. Walaakiin wuxuu kuu sameeyey 360 xubnood oo maade lasij ahoo jilicsanoo u dhexaysiiyey lafaha si aynan isu xoqin oo dhibaato inooga dhicin. Waad aragteen hadda marka oo la yar weynaado oo jilbahay waxay ku yar xanuunayaan, waxay kuleeyihiin dhacaankii baa ka dhammaaday, oo dhacaankaasna goormaad ogaatay yaa kuu sheegay. Dhacaankaa lagu leeyahay jilbihii bay ka dhammaadeen, jirkoo dhan bay ku jiraan, fartaasay ku jiraan, fartaas 3-4 dhacaan baa ku jirta oo lafaha kala ilaalinaysa. Haddii kale xanuunkeeda umaadaad kaysateen iyadaa jilbka ka daran, laakiin waxaad sheeko aad ka warhaysa ma ahdo. xubnahaasa ilaahay kuu sameeyey oo islaalaabay lafaha baa berigaa ilaahay abuuray, oo weliba 3 mugdi hoostood ku abuuray. yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin 3 mugdi hoostood. waxaa hadda marmarka qaarkii waxaan ilaahaa, khaasatan anigu waxaan aada u marmaraada walooyinkeenna aan soomaalida oo yurubta iyo gaalada iyo maraykanka iyo dhulalka tegayo, yacnii aada ugu sii imbihaarsan oo la yaaban farsamadan cusub ee dadka hadda ma garanaysa. kulligeenba saasaan iminka wada nahay, oo waxaanu ku mashquulsannahay masnuucaat albashar baa naga mashquulisay inaan makhluuqaat illaahi ka fikirno, oo fikirka xagga makhluuqaadka ilaahay iyo cadamadiisi iyo weynaantiisi iyo xataa naftaada. wafii anfusikum afalaa tubsiruun waa amru rabbaani, laakiin ma inta badan kama sheekaysanno, mana is xusuusinno, qofkuna ma xusuusto. laakiin wuxuu xusuusan yahay jawaalka iPhone hadda soo baxay iyo kii kale muxuu ahaa saaxiibka ahaa jaragsiga hadda soo baxay iyo alaabtana hadda lasoo saaray iyo kana la keenay waxaana la soo kordhiyey waxaanaan ku indhasalcaadsannahay. horta kuwaan aada la yaaban tahay waxaan ay sameeyeen waa horta waa kuwa sameeyey waa insaanka ilaahay abuuray wey. thaaniyan meesha uu ku abuurayna waa 3 mugdi hoostood, taxta dulumaatin 3, dulmat albatni wa dulmat almashiim wa dulmat alraxim. 3 mugdi hoostood baa insaanka ilaahay ku abuuray. faman aqdaru minhu laa ilaaha ilaa hu huwa alqaadiru calaa kulli shay. insaanku meel mugdi waxba kuma samayn karo, waxaynu ku sameeyo maahayna maba dhaqaaqi karo, hadduu dhaqaaqana waa dhacaya ama meel buu ku dhacay. mudqadaas aad ahayd, cidaamkaas aad ahayd, ka bacdi in yar baa ilaahay ku abuuray shay-an fa shay-an, halkaasuu rabbi kugu barbaariyey. janiinkaas baadu ahayd ma garanaysaa, caloosha hooyadii ku jira, adoo halkaa ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nafta ku siiyey oo ku nooleeyey. sheekadan inta badan marka laga sheekeynayana dadku maskaxdoodu meelahaas iyo isbitaalada iyo kuwa hadda ku dhashay yaryar bay aadaan, kan hadlaya isagu inuu naftiisa ka hadlayo iyo kan lala hadlayo hadda meeshan fadhiya, inta badan kama fikiro, kama fikiro. anigan weyn maa mar hore sidaa ahaa, haa adigaas weyn baa sidaas ahaa, oo ilmo yar ahaa, oo janiin fii batni ummika ahaa, oo meelaad wax ka keentay maada garanayn berigaas. kan ku arsuqay waa Allah jala jalaaluhu, oo xataa af wax kama cuni kartide, meeshaad wax ka cuni jirtay ma taqaan berigaa, yaa garanaya meeshaad wax ka cuni jirtay? haa sheekh Nuur, xaggee wax laga cuni jiray? subxaana allahi almalik alcalaam. xudunta iyo mindhicirka hooyadaabaa ilaahay isku xiray, halkaasaa lagu soo marin jiray quudkaaga iyo risqigaa, halkaasay kuu soo mari jirtay. laa wasaarad baadan tegi jirin, walaa meel baada ka dawaami jirin, walaa shaqadana walaa yaxsan walaa abadan waxaad ogeyd ma jirin. alladii razaqaka huwa allah. saasaa waxaa la leeyahay yaqiinta tan ugu wanaagsanee ilaahay jecel yahay hadda kaa rabo adigoo 40 ama 50 jir ama 30 jir ama saad rabto intaad rabto jir, yani hadda marka aad in aad rabbiga ku kalsoon tahay, kalsooni sidii marag beriga aad ku kalsooneyd calooshooyada aad ku jirtay, beriga calooshooyada ku jirtay meel miyaad ka warhaysa, cid meel la hadli kartay, war hebel hal ii raac miyaad taqiin, bal meel hebelha la igala soo hadda miyaad garanaysa.
yaa ku arsuqay, yaa wax ku siiyey, sow allah soma, haddana maanta isaga unbaa ku siinaya, huwa yarsuquk. ee asbaabtan daahirka ah waa imtixaan, alasbaab hiya laysat raasiqa, wax ma arsuqda iyadu, waa laguga imtixaanay. lidaalika xataa haddaad adigu isxusuusan weyday yaraantaadii, ilaahay makhluuqaad fara badan ood arkaysu ku xusuusinaya wuxuu ku leeyahy, wakaayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha waiyaakum wahuwa asamiicu alcaliim. risqigeeda maba xambaaran karto, mana shaqaysan karto, meelna waxba kama keeni karto. yaa arzuqa allah, iyo keligood maya, idinkana isagaun baa idin arzuqa, walaakin laa taclamuun, ma ogeyn. asbaabtan marka daahirka insaanka ilaahay baa u soo saaray. dadka berigii ugu horreysay meel laga baray ma jirin in dhulka inta la qodo oo maaragtay la faago ama la hagaajiyo ama la falo beer lagaa sameeyo oo waxay soo dhaliso ama dhulka inta la faago biyo lagala, waxaasoo dhan dadku maynan ogeyn. waa asbaab daahiraho ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey weeyaan oo uu baray weeyaan, walaakin laysat hiya, asbaabtaasi ma aha iyadu ma aha, raasiq ma aha, alraasiqu huwa allah, ina allaha huwa arrazaaqu dhu lquwati almatiin. marka masalata rububiya aan halkaas dib ugu noqonno waa masala muhima jiddane. calooshu hooyadaa markaad ku jirtay ee muddadaadii kuu dhammaatay, kan ku soo saaray waa rabbigaaga, huwa allah, isagaa bannaanka kuu soo saaray, waddadii aad soo maraysayna kuu sahlay, dabadeed dibadda markaad u soo baxdayna makhluuqaadka kan ugu daciifsan baad ahay. xataa waad la socotaan ariga waxarta yaree dhalata ayaa adiga kaa dhaqdhaqaaq fiican, iyadu markay dhalato wax yar iyadoon joogin markiiba way iska socon kartaa. laakiin adigu imise ay muddo qaadatay ilaa aad fadhiga barato, istaag iyo socod ma ah, fadhiga maalintii aad baratay eed fadhiisatay in reerkaagu ay maaragtay ixtifaal sameeyeen lama socotid baan u malaynaya. waa ilowday, way farxeen, aad bay u farxeen, yacni hooyada way farxday, u fadhiistay ilmihii, waa fadhiistay. subxaana allahi almalik alcalaam. maalintii ma garanaysaa socod iyo la gaarayna warkeedba joojiba. socod markii aad socotay waxay ahayd farxad iyo reenreen bay ahayd. kan socodka ku baray huwa allah, rabbiga jala jalaaluhu. caloosha hooyadaa markaad ka soo baxday ee dibadda aad u soo baxday wax aada u taagdaran baad ahayd, awood maadan lahayn, wax nafci oo wax kuu tara ma soo qabsan kartid, wax ku dhibayana iskama celin kartid. wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum assamca waalabsaara waalafidata lacallakum tashkuruun. walaakin yaa xusuusta, yaa ilaahay ku mahadnaqa, shukran yaa ilaahay ilaah, ilaa qaliilaa, in yar mooyaane. dalika rabb alcaalamiin, rabbuna wa rabbu kulli shay. markaad soo baxday, caloosha hooyada ka soo baxday ee maalintii kugu ama maalin ama habeen kay doontaba ha noqotee, quudkii aad caloosha hooyada ku qaadan jirtay xarigii lagu soo marin jiray waa lagaa gooyey. xarigii haddii la gooyo oo bannaanka aad u soo baxday, cuntaa doonaysaa markaa ilaahay afkiiba ku furay oo afkiiba wax ka cuni kartaa, caloosha hooyada intaad ku jirtay afku ma shaqaynayn, xuduntaada wax ka cunaysa. hadda waa soo baxday, afkii baad kala furtay, codkii waa kuu furmay, wax cuntaad doonaysaa. laakiin dadkii maalintaas reerkii waxay karsadeen bariis iyo baasti iyo alaabtaasay karsadeen iyo hilib iyo ma cuni kartid. marka see wax lagu yeelay, bal fiiri raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala. mar alla markaad soo baxday baa caana ilaahay hooyadaa ka keenay, oo caanahaasi xaggee ku maqnaayeen markii hore? marar badan hooyadaa waxaa soo martay iyadoo iska gabala isko kada iyadoo uur, markaa xataa uur lahayd caana ma jirin. maalintaad soo baxday, soo bixitaankaaga iyo caanihii baa wada socday, yaa isku beegay. wa rabbuk liyurabbiyak, muxuu saa u yeelay inuu adiga ku barbaariyo? lianna markaa iyada ah wax kale kuma sugu badan, cunto kalena kuma anfacayso. xataa waxyaalahan dadku marka dambe ay sameeyeen oo waxaan sanaaciga ahoo leban sanaaciga waxaan oo dhan wax wanaagsan ma aha, way ka sheekeeyaan inayna wanaagsanayn. oo hadda waa la socotaanoo yacni aada baa looga sheekeeyaa fawaa'idda alridaaca aلطabiiciya iyo faa'idada ay leedahay.
عنه هو يمدين أدينا واتمد لكن ياكو براي ما يشان سيدة وحلو الله صباح كيف ترضع إذا نفتر كذا وعمل يوبهن هول يعلمي علم الرضاعة من علمك ربك الله الذي لا إله إلا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كان شنبرتا براي إنا أنت تكتب أي ما لها كسوة أرورسته قيدها يعلمها أيو لا مها ما شكد عي قري وانا أكسن أوضتك إسوا كلا إن سمين كرين سميس إلا نيوضنا كلية الهندسة كما سوا بحنا قري أي سميس شنبرتا ما أركتين فرتا سمقلشين فرتا هداد قدها قليسو فراش واحد أتقيسا فراش كاغا كلا ينسن أو كجل عسن يا أشيغ إني إني قدار كان أتكيسو فراشك وحي كو فراشتا بالاش هذا ما ركت يو بيكو فراش هيس انا غفرت وقل لي وانا فراش عجائب لي ما شلقت جي سهل وا قدار ادق او دبيش يروبك وحدنا ان كري يا بري كل يدي كسو بحدي فهي مخلوقة لله إلهي رب العالمين رب الكل رب قاس سبحانه جل جلاله ويا كان كبري إن أد عانهن أد هو يدات كنوكت هو الذي ربك هديدتك كلا لقوسي دين لها كمي برين كماني شيئين أف صومالي نما تقاند أف إنجريش نما تقاند أف عربي نما تقاند أف أدقرني شيء مجرو وأمرك ربك أن حسوسين أنه هو وين وأن ليه والله الله وكما الذي كيوي أخرجكم إن كسوسار من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وحبائلكم قرني وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولكن قل الشاكرون وقليل من عبادي الشكور وحق ربي أنك دون يمجر إلا الاعتراف إن النعمة دي سوء اعترافته وترى ربي نعم أنت ربي هذه قاية أبو رينو جري هذا مراحل شاس كلا الدوان إن تاكت دران المسكين كاهاين وحباء قرنين وحباء كلا وين هذا إسو مري هذا إسو برباري أنت الذي ربيتني فأنت ربي إنا تلاهي إنت أسو ربي إنك عربا أو أهد كم هذه وشكرا تلاهي هذا سهل تلاهي وكل زيادة لإن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم من عذابي لشديد من عجائب كرم كإلهي وحاكم ذا عنت أحد عنتي أما غذا هالنقط أما قراح هالنقط واحد وانت هالنقط أو ذا أول شغبة كلهين رون أهان ده واحد شغبك بالهيد هذا بريس كان أدعونه شيء ياسمي بدر كان أدعونه شيء ياسمي روت كان قمح قال لقى سمي علابت لقى سمي من صنعه هو الله عنها أتعبي شو ياسمي أدون كورن هذا يسوع تجان دبي عنا ما سمي كرا هل حب بريس أنا ما سمي كرا هل حب خضار أما بهالشي معي هاي فواكه أنا بير أما تفاح ير أما موز كان سو ما لذا دو جعش هاي إيه وأنا أحسن إيه جلاع عينا تحذى المري إيه ما ركتي مقارك أما الدير كو إلى لنا ينا إلى هدوش أو كسهاري أدون كورن هل حب موسى ما سمي كرا أما إيش مرمرك قارك أنا إلى قرن مهم مذوب يقوى كله تجاه ده شو تجاه كوا مذوب شو مجران كوا كله تجاه شو مجران هذا يسوع تجاه حبت موسى ما سمي كلام حبت بريسة ما سمي كلام هذا أنا أنت يسوع تجاه في رهض مالين لو أما مي تجاه نورت من الحوين إيش بيسوي سعدان إيش يسوع تجاه سنة استمريكنك هذا يسوع سعدان مها هذا إيش هو يتجدونان مركز سنة ويتجاه وهذا وحي كالسعودان للك إلهي أبو ريب كوض السعودان أو نو البوى للب مثليا ما يشاء يسوق تغان وحكا استوي كشي كيسنة لكن هل المرمرة هيان إله هو حان سوقني بإنا قوم هذا مغضو إله هو للبان نو سميسي أذا نو سمي أذا نو سميسي لأذيقا نو هيا وهذا تسيد دين لهد ماشي وقدول لها وعربا نو سميسي وقرح با نو سارتا بترول إيا بنزين إيا وحبا أنا قرد مما غشان إيا وكشي كينا مرحبا يا شكرا مرحبا يا واركا مركا اين ايسو ايمانيان مدحوين يا شيء دو كورنا بيسويم هالكاسة ايمانيا وكوكا لتقيان واما هاتان تاي مرحبا يا ومع ذلك كما قويني رزقيا كما قويني ويس كديني
وحب لغا يابا ايغا انو انا وحبا وكفا لينيني لكن مساكين تا مالها اسكا جوكتا مقارنة ايسا اساقا اما هذين ايسا در تودو نونو اسكا دينيو الا مرهر اسكا بربرين لهابا بابين لها دودو ولا يبالي به ذلك رب العالمين ربنا ورب كل شيء مركا انا ربي ان هدي يقور اس حسوسينو اون اس جعليسينو ايا ولا ليال مهم مهم جدا وحير عانه في سورة النحل وسورة النعم للغة المام ونعم كإلهي جل جلاله مركا وكشي كيني هو يتحبب إليك وإسكاج عليه سينا هو غني عنك غني بكايا إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد أدود وأنا وحا أدونك جوغرنا أنتم مرقورة البرس وضباب أيو أيو كوكلا إسكا سمي سنكرا سو مكرا ومع ذلك أيضا ساستهي وهذا إسكاج عليه سينا أو ما ركت النعم كي زكاك شيكين يا وحيروا وإن لكم في الأنعام لعبرة وارداد يهو أن حولها عبرة إذن قصوغا لعبرة يعني وحيري مد لا شربة ولا فهم لكن لعبرة ما بلغ فكرة ما هي عبرة ذا ستهي نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وحانو إذن كورها بنا من بين فرث ودم ليك يؤوس لحظة ذا ولا بما دو لبذ ونجسه أو لبذ والريح حليه لبذا ما لحظة ذا أيان عانعت أو معان وخالص هو لقى برحتري وأن وحبابك رجلي لا ليكي ولا أوسكي أن شغب كلهين بانو إذن كورها بنا وإذن كسينا سو عبرة ما سو أرن يتكو عبرة قادتانو أتكو فكرتانو أود إله أذكر ميسان ربي قاس إسقه وحش ونعمه إلى كسي هدوك إلى كل كي يرمي ويوم القيامة أنت مركب لما تو إن ندب كوس ونولا هنا يو أو ضبط إلى كل ما يسو رمي هدوك إلى هذا رمي نعم أوقن به لأن أود أن أكتو شيء أي هذا تكفكرته كسلنسينا يسأقوها فجنا يسأنا تاسك فكر ولذلك لا يحير يدبر الأمر يفصل الآيات آياتك بالتفصيل جملة مرمر إله وأوشهد خلق السماوات والأرض وجملة مرمرنا التفصيل بها إلهي سيا بحيا وهذا واحد لقى شكينا مرمر قار كعبدا يرشك شيئين ونوع من التفصيل خلق الإنسان وجملة لكن مركض نطفة كهذا شو وتعلق كهذا شو وتقدر رديس كهذا شو ويسوى الكره يصبح يكسر ومالين توعن توباه ذي انتي هره عانا هو يشكلي وعبي الك ام باهنا الكون مشاكل به هو يدي وكين لهاين لكن ما لنتي وعنت او باهدا با الهي الك او سو ساري وما دع سبون هري جلتي سو جيرين اه او لفنا انا هي لكن لفته او اك او لا هاجاجيي او لا قرحيي او لا كلا يعني لا كلا قيبي او قيبنا لا دغاي ثنايا اي فولول واخ لوو غوستو قيبنا لا دغاي معيه اي واخ لوو جبيو قيبنا مباركتي وحوية وقوسها وحلو الرامسه وحاسو قيبة أو أدق وحوق بدن وهذا عرب يار أو جلعسا أو مسكين اللود حيزي وهذا أنا ماركتي اللي بتقلية لحدود الله دي ونوع من التفصيل وكج علي سينيس ربك سبحانه وتعالى بريبو النيل إقو يري شيخ يدعى حنوم بها هي وحوير عن روفتا إكتكتا عن روف مليه وحان الشيخ عن روفتا محطق فليس يعني عن روف بائقة تكتي عذر ما أنا دكور رنتي ما أنا ما قل يعني وحاني محيك أوترتا عبار بو آموسنا أو يعني سيدي مقارنة إساء فكره كله دبدأت هذا الكلمة أنا إله دي إلو مين بوير وحور إنسان كان نعمد إلهي قرن مايو إلا مركي لقا قادم بوير مركو قفكو نعمد وايو قرتا هذا واحد يويدين إساء عن روف حيكوت أنا وحوير عن روف حيكوت فرت عذر كان ما لاب بضم بان مرأة دونك هو ولي والي قد داوين لأيه لكن وحي إيترى يسمير وما كون شيء قبل هذا بريس كان أدعونا يسوى أدعو أدعو كل راحي سنة وكل معان سنة بأدعونا يسوى لكن أنا بريس من قعد بريس ما عوني كرو إلا أن بكير بيئة كل قموي لأن دعاك يصبح لها يعني أنتو كل عجل عين لها ويان كان يغمغان ما هشت الكاس وليب أنتو عرف كيس صوص هاري وقعنتي سكوحقي بويتو سيدنا ساء قيام بملع وحوي لتاوحا كدرا انتظوا سيدنا طبها النقطة
neeftan hadda aad qaadanaysa, hawadan aad qaadanayso oksijiinka, adu si caadi baad isaga qaadanaysa. Wuxuu yihi aniga shan daqiiqo ma joogi karo ilaa inaa afka aan biyo ku shuboon qooyo mooyin. Marka waxa hadda meeshayna fadhiyo candhuuf inay faa'iido leedahay ka fikiri maan ugu jira. وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما نتفكر في هذا. فهذا هو رب العالمين إخوتي الكرام. مركا وحان هذا الكاس أن أهر مريي سجان أن هو مهم وأركا وكم مهم سن أي شيء آخر. هذا صلاة مركا أن تكن إنه وصلاتنا وصلاة سعوتان وعماد الدين وحويان وعنوان العبودية. انت بدن ربك وحد كل خطابتها اما اد كل هذا ليس مقام الربوبيه الله اكبر مركاتنا وحد كبالله الحمد لله ربي ربي بدرني رب العالمين عالمين تودن ربي غودي بربريي مرحله كسته وحي وبهنا ينسي في كل وقت من هو الرب كي مركا علوش هويده كجرتي ku quudin jiray ee quudkii kugu habboonaa markaa ku siiyey markaad calooshooyada ka soo baxdayna wixii kugu habboonaa oo caanahooyada kaa siiyey garanaysaa ee ku baray sidaad ula soo bixi lahayd markaad soo yar weynaatayna ilka kuu soo saaray ilkaha kuu soo saaray ilkahaasi wixii ay qaban lahaayeen oo ay cuni lahaayeenna ku siiyey oo maanta yacnii risqiga aad cunayso waa min allah walaysa min gayri illah إلهي بها سبحانه وتعالى كسي وحن وحأدتك أي عليان ودن فهو من رزق الله وكلوا من رزقه هدو دون الإله وسعشن كرا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فهو ربك مركات ركوع ذا مركات ركنجي استاق أبدا ما يسو الله أكبر أيتنا ركوع ذا سبحان ربي بادنا ربي العظيم مركات كل قبح حضر ربنا ولك الحمد مركات سجودنا وحضر سبحان ربي الأعلى هذا وحضر ربي اغفر لي بادنا ليس ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وأذلك أرتع ولكن الربوبية هنا أليق في هذا المكان لأن الربوبية ذو حيكو حسوزين إيسا مركات جنينة هاي على شهيدة كجرت إذ كصفب تقدر مسكين كائن هذا مسكين بات والآن أنت مربوب لله هو ربك وهو رب الكون كله مخلوقات كون ربي هو الله عز وجل برك ربي الناس جل جلاله عظيم كأه جليل كأه صاحب النعم التي لا تعد ولا تحصى له كلام عظيم اسمه القرآن فعليكم به ربي كي جعل القرآن كيس هذا الكيس هجعل هذا ربي قائنا جعلاته ومن علاماتها وحكم ذا هذا الكيسين جعلاته مد أسكري أهو ضابط أهو ماشي جوازات كمال ما أنسوق النبا وحويري ما يعني شيخ وحويري هذا يقر مركا إمامك نقول له رأي صلاة و يعني مجعلنا موان على لنا أبوا كحمنا ما حسببه يعني لما يعني سؤال كأنه لماذا نستثقل الصلاة يعني صلاة محيط حام وليس إنه لا تهي وهذا نسكتها قلنا ما أنت هذا الفاضي أنا هين ما عص ليس نهينه لكن صلاة محيط عنه لا علوست بركة وحا يعني سؤال شها سأدي سؤال شيء سؤال كلام كوكو جوابه يعني هدي وحا يعني معاوة وليبا سقضى دحيا لبيا تومنكا بين نمو بركة تهي هدي لقويرا وزيرك أيا كويرة وزير الداخلية لا داخلية كشقي سومها وزير الداخلية قرب محاضرون يساوى وقت دم بيقدها ما والله أروح بلا أروح أي وقت مشكلة أروح طيب حدا تكتو وعبارة أتفق ثم ما درسنا أنت هذا فرد إذا هتو هذا إسك شيء كي إسك قالوا ووقت دم بشيء دم يحاضرون يساوى ما والله أجلس مع أي وقت إلى الفجر ما عندي مشكلة وحين كاس هو بوزيره أمير هدوية كورن بارد أمير كان كدل بهدوية هاي وحضر الله هدوى وقت الدم بيقداي ما يا والله وعير وهر أنك تجلها وحان إلى هذا بمر هذا بقى هذه هو إيش جواب هذه هو إيش جواب
فكيف تستثقل؟ يعني ما أنت وحن أغمق الأنس برب العالمين أنسي استئناسك ربي هذا الكيسين أن جعلان ومرك هذا الدم إير فريسة القرآن أخرين يسو ما حد سمعين يسو ربي قابل مقابلة لا يذهب كان كل حد يقول الله جل جلاله كيف تستثقل سيكون عسلان يسار ردا وحوي يقين تبا كام غنو مخلوقا مسكين كأما أميرها النقضة أما ملكها النقضة أما وزيرها النقضة أما غفيرها النقضة ومخلوق مسكينه ومربوبه رب جيسو ورب العالمين ناس يديسون وبيد الله وتري كرا أما وحو لمي كرا أما وحو قبن كرا أما وحو قين كرا أما وحو ديري كرا مجرو إلا بإذن الله كامر كهدي الغوية رواد عرضي واجعش حي أو كلان كيسا وحوين بو كليح لو يميسد هدي ما ركت ميعاد لغو سيو الويلة أمير كات كلان للاذاي ما لانت هبلاء تاريخ وانت ايتهي ساعد داس لغم ايا بين هدي اللو فكيف بالله عز وجل ملك الملوك ذي الجلال والإكرام صلاة مركة دي مرة يسوي سلاة كلان كيسا بصعوتا أحدكم يناجي ربه ربي قابل ذنب ناجوني إيسا وظلفق إيسا مركها هديل وهذا ربي قابل وقود إيراد لنك أدو أهل أنت أهدب مثالك يتصالها أي وحوين أتري وأهدب ولا خشوعي ويقول والله هدام فهمي الذي حق أنك سعتا استثقالك حق أنه وحيوك سعتا لأن لا نقيم كلام الله عز وجل مركا وفكي إلهي جعل وأنه هذا الكي سنجعل هذا الكرب العالمين إنا جعلاتنا خير وذن بذن باكو قجرة والنعمة وين النعمة العظمى والمنة الكبرى وكلام الله عز وجل إلهي أمة دنسي أوسنقا مسحين أولو إلالي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون نعمة كوين وقرآن كما جرتو نعمة كوين هدي جرتو إلهي نبي يسوع أمنا شيئا الله وحكوين ونبي يسوع أمنا شكتي وقرآن كأنا هين مجرا وحكوين لا إله إلا الله حد يعد مقشه إلهي جل جلاله إنه يسكتره وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من الله وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فضل إلهي رحمته صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قرآن كوين إلهي أكتي سلوية هاي مركو النبي وتسيني نعمة وين يأسي كلام الله يا حدي وح لقى سحبنا يو وح لقى سحب يو نبي يقول وهدي ده وليلا وانو كان قادن كرنا وح كوين هدي جيران قرآنك إلهي وأرنا لكن إلهي مورن إلهي وحبير ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله وقرآنك كان عليك كبيرا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قرآن كمرك وحكا وين بلي أهل القرآن الله نقرد وأن نقنه وقرآن كأن وهل كي يلنه وقرآن كفضائشه سلمك وبكر ما أنا إلى حد أحاديثك سوء أرورت إيمانها كهدل ونوع من المقدمة هذا الكي وحان كبالله الكلمة بمثابة قائلها الله قائل القرآن وكلمات الله وياه وكلمة الله وكلمات الله وكلام الله جل جلاله هذا ربي قال جعشه القرآن كيس جعله وأهل كيس إناتك من ضغطه كد ذال وإله ما أنت والتيسيري سهل الأمر ويسره دذال بلغ الدنيا إنه دذاشه وقرآن كأدبرته وأدورد كلغته مؤمن كو وإن أونا قرآن كا وإن أوسن وردقيس كم مغنان في كل يوم في كل يوم وإن هذا أقرضا مهما كان ذلك المقدار سيدا أقوى ناكسا تطقوا اللبا مد إلهي بأون نعمي قرآن كا يحفظي وهرو قرآن كا يحفظي كاسي سقى هذا الكلام لقول هذا شيكا كالوليه
لأنه هو من عامة المسلمين ويقرأ القرآن كما حفظنا، لكن عامة المسلمين لو ذكر إلهي القرآن كون نعبه أهل القرآن وهي كل قدبة أمة نردى وأمة القرآن ويان كايسك وحلق الرباء على الأقل بشي مر قرآن القرآن كأقريه بالله إنك صوم إذا ما نكسر الجزء واخت بدن كأقعد الميس هل جزء دائس كأقريه واخت بدن كأقعد الميس ربما لقيا بيني شني لباتن دقيقة صدن دقيقة من أفر إلى باتن ساعة صدن دقيقة هذا يقول بلاته أو أتسي تجويد لي وأنا أكسن أسي أغردنا ساعة اسكبر نبا إن أغرده ولو جزء من يومك أو بشي مرقو لأت قرآن كرميس سو أرن أذ وأنا أكسن ما هذه الله كوافجي وحوين ويا وحو يرسى كان إساق قرآن كحفظسان ساقو حال لي سدح جزها كيرين سدح جزدات كيرين سدب بالوين باتهي بالي هذا كبر سواء روانكس أو صباح هذا يعني أسبوع مر قرآن كأذ لما يسوع وهرن آدي أذو في عام هذيك على الأقل ثمن كبري مر لما مركز سال لي هي ماها وح نصوص لي هي وذات سايل ويدو دبيت وحوي بالتجربة أهل الفن بقى واحد هن أنت قرآن كقف حافظ وكل إلى لينكره حفظ جيسا وإن ثمن كبري مر لما يا هذو حافظ يا هذا أسايل وقلب قلب وحفظ يسوس كان قدونا مع الأيام وإذا مصري أمري القرآن كما سادة قرداه هذا الوحو إقويري ما كل ميل قرية أنه مارك لكن هذا ضفير سوى وهذا النبوي وعيري القرآن يا قرآن كوحو يا بويري من هجرني يوما هجرته عشرة هل مال النكي أنا هجرو يعني إسك كيدا يو أخري هو هاي أنا قلنا ثمن مالين ثمن مالين بنك هجرودا ثمن مالين نك إيه هجرودنا هجرته شهرا بلدم بن أنك هجرودا أنك جت هذا هدو بل إيه هجرودنا هجرته عاما سنة دم بن أنك هدو سنة دم إيه جت هذانا هجرته الدهر كله ولا جاي بوان كهجرودا بوي قرآن كابا سالة هسين قرآن كو أخري وهاي طبعا أم لين باي إني حديثتها ما ملك القرآن تهي ولكن ولسان حال القرآن ودبوي ما القرآن كهذا نقري ويد تأثير كذا ودري مشى هل ما له ده كصومر تو القرآن كقري ويد ولي بدي دتك يعني القرآن على قدر لا أرنتها أدو شيء دري ماي هذا ما له نقري ويد ثمن ما له هذا نقري ويد أنا وابدي وحويا وخطر ويد بالهدى ذخري ويدنا كما سيدنا مركا إن شاء الله تعالى بل إنه كده دالو إن القرآن كويه الكبغن وأن أقرنه وعلى الأقل حتى وحلقية بينات الله ما 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 أخريك رأما تذكى قارك وحلقية بينات سن أخريه لا باتيسيري وهذا كي سنيس أجهزة إيه أشرطة إيه ألاف تن إيه وحن إيه كمبيوترات كان إيه تلفونات كان إيه وحن ردن وحوي حجوين بهذا تذكى كؤغن وبني يهر لقيا بينا حجوينا سهران دتك ما اللي هي كرتين ما واحد واحد بران واي ما أورن كرتين جهاز كاس كشيدو أما تلفون كاس شيدو مصحف كلبح الله سعو لقيا يشو جزء كاس ما ننتهي هالكاس سيداكو سعو زاه دادي يشو إن بدن لقيها القرآن كل عام واحد يدين شيء غير أنا ويران تيدي شيخ هذا من حق حسن الركاي وشو حتى الشيخ وكم بدهاي أنا ير أي والدك الله يرحمه والدنا شيخ علي زوفي وحلقة ذا يوقس بجرينا فريشت إن أن آدو يرى وحنكو قرانا يا برقاس ده هذا أضيبا نسكن نقضي لكن برقا إن أن آدو يرى وحنكو قرانا يا حلقة ذا أن كم ذا هاي أن ضدك فريشتا أن كم ذا هاي أي أمر مركا قاركي صلاة ذا أو لقو جيرو هرئي فريشين جري وحلقا فريشو أرجال صلاة ذا ضدك كجران هل كا وحان كدري مي إن أنتو دبجير كيرا لأن أدان تو دبس سنة قار مرة هن صف كهرتي سفر يسوع صلاة دول وجر هو صلاة دو قال لي أورن الله سيد عدد يساعي دا ذي دو أنت ما قرني لكن هل كا سان كقياس قات يعني وحان حسوستها صلاة ولا أوجي ولا قال لي ولا أقمي إنه إلى دت كهرتي سفر يسوع إن أنا قدر كل عياري يحب كبقى يموت وحقا فريش يدو حالك أي سيدة
ayaa haddana xalaqadaas bayna almagribi waalcishaa iyo tan bacda alfajriga aana ka maqnaan karin. Waa juz baa la aqriyaa maqribka iyo cishaa dhexdooda, fajarka ka bacdina juz baa la aqriyaa. 15 beri mar baa qur-aanka sidaa lagu dhammeeyaa, laakiin juzka la aqrinayo ayaa min khilaalihi tajwiidka laga saxayaa طلبadaas iyo ardadaa oo dadka qaarkii qiraa'aadka ay ku baranayaan oo waxay ahayd xalaqa mutakaamila bay ahayd. Marka yaraantaydaas ayaan fariisan jiray oo yacni anoon xataa musxafka si fiican uga kicin karay qur-aanka ayaan iska fadhiin jiray, mana la ii ogolayn inaan ka maqnaado. Fasaxna ma lahayn, jimcana ma lahayn, ciid xataa ma lahayn, xataa yowm alciid lama joojin jirin, walaa ciid walaa fasax walaa majrin. Waa ku qasbanayn inaan fadhiisano halkaa. Dabadeed waxaan arkay berigii dambe oo 10 iyo aan gaaray ayaan damcay inaan qur-aankii aan oo dugsi waa jiray aan tegaynay oo iska ma garanaysa, laakiin markii aan damcay inaan qur-aanka usoo jeedsado oon xifdiyo, waxaan arkay inaan iska xifdisanahayba. Waan xusuustaa oo markii aan damcay inaan qur-aanka aan maalin kasta juz baan yaan diyaarin jiray uu iska diyaarsanaa oo isu keenkeenay oon isku yar hagaaji. Waa min kathrati samac, ku noqnoqodkii ma aragtay aan fasaxa lahayn, aan ciidna lahayn, aan jimcana lahayn, waxba lahayn, ee ku qasbanaa in meel hibliya halkaa la geeyay, halkaa lagu soo ciyaaray, waxaas aysan jirin. Waxaa keentay bifadlillaahi inaan juz intaan diyaariyay habeenkii aan uga baxo alwaalidka allah yarxamu aan uga baxo, taasay iska ahayd. Iyo khilaal shahr qur-aanka sidaasaanba ku xifdiyeyba. Taas weeye hadda marka aan lagu leeyahay had iyo goor qur-aanka dhegayso oo xalaqaadka had iyo goor hala sameeyo oo dhagahaagu markay qur-aanka ay ku bataan oo carabkaagu uu ku bato, walow yaadan xifdininba haddaad doonto, akhriskaaga iyo carabkaagu hadduu ku bato, dhegaysigaagu uu ku bato, marka dambe adoo waxaad arkaysaa xifdiye baad arkaysaa. Allah naga dhigo min ahli lqur'aani insha allah. Mawduucaygu iska yar baahbaahay, waxaa ku jiray mawduuca ikhwaanka ay ka hadleen oo la yidhi taariikhda qur-aanka fi soomaali iyo taariikhdeedu waxay ahayd kulli. Aniga taariikh fara badan oo aan sii garanaya weyn ma sii jiraan, laakiin waxaan uun ognahay ilaahay subxaanahu watacaala dadkeenna ahla soomaali ilaahay dadka qur-aanka ugu nicmeeyey baanu ka mid ahayn. Waxaan ka maqlay waalidka allah yarxamuhu in fannigan qur-aanka ka xifdi ahaan iyo lafdi qur-aanka oo la xifdiyo weligeed waa jirtay, laakiin in fannigan tajwiidka ama qiraa'aadku inuu horay u jiri jiray, zaman hore uu jiri jiray baan ka maqlay, oo in diraas ku dhacay oo kala go' dhacay oo wuxuun ama xuruub baa dhacday ama mashaakil baa dhacay ama culummadii baa guurtay ama meesha ka tagtay, laakiin fannigaani inuu jiray qur-aanka lagu barto ee tajwiidkiisa iyo qiraa'aadkiisa oo asli horay u ahaa isagaan ka maqlay. Hadallada aan ka maqlay waxaa ka mid ahayd macallin dugsi looma dhiibi jirin ilaa bacda xifdi alqur'aan, qur-aanka xifdigiisa waa inuu sugnaado, ka bacdi laba shayna waa inuu xifdisan yahay, shaatibiyada oo qiraa'aadka ah waa laamiya, yacni imaamu shaatibi 7 qiro wuxuu u alifay qasiido ka kooban 1073 beyt, laa bayna ku dhammaataan laamiya la yidhaahaa, laamiya shaatibiya ay mashhuur ku noqotay. Shaatibiyada waa inuu sida qur-aanka u xifdisan yahay, kow iyo tan kale shaatibiyada iyadana rasmiga ah oo rasmi alqur'aan iyaduna waa inuu xifdisan yahay. Oo ileen dugsiga qur'aan mus'xaf waxaa lagu qori jiray looxa ayaa lagu qorayaa, masaaxifna maba jirinba, oo masaaxiftan matbuuca ah ee la matbuceeyey ma aysan jirin berigii hore, masaaxifta naftirkooda gacanta lagu qoran jiray. Marka macallimku ictimaadkiisu waa xifdigiisa iyo macallimiintiisu wuxuu kala kulmay, marka laba shaqo waaweyn baa laga rabaa, xifdigii oo sugan
iyo rasmiga qur-aanka naftirkiisa sidoo loo qoro waa cilmi gaara iska qor ma ah yani qiyaas alhijaa sida xuruufta laysugu daro iyo siduu musxafku u qoran yahay waa kala laba haddii qawaacid alimlaa'i waalhijaa haddii la yidhaa sida hadda haddii maalan kalaam oo aan qur-aanka ahayn aan kuu imleeyoon qorku idhaah waxaad u qoraysaa qawaacid calaa qawaacid alimlaa baad ku qoraysaa maalan alraxmaani oo kale bismi illaahi ba dheh soo kelimada ugu horeysa maaha bismi illaahi calaa qawaacid alimlaa qor haddaan ku idhaah baada iyo siinka iskuma daraysid ee alif oo hamzatulwasli aad u dhexaysiinaysaa ismi si gaaraad u qoraysaa bismi baad qoraysaa kadalika alraxmaani waa inaad alifka ku taagtaa miimka alif ku taagtaa oo nuunka uu gaar ka noqdaa waxaad calaa qawaacid alimlaa haddii la yidhaah laakiin qur-aanka marka la qorayo bismi illaahi baada iyo siinka waa la ysku darayaa halkaasi waxay ka hor timid qiyaas alhijaa lianna bismi illaahi hadday tahay qur-aanka oo dhan baada iyo siinka way isku daran yihiin laakiin bismi rabbika hamzatulwasligaasi waa qoran tahay oo siinka iyo baadu isma raacsane ee alif baa u dhaxaysa maxaa bismi rabbikana alif loo kala dhexaysiiyey bismi illaahina laysugu daray waa arrin aynan ka jawaabi karin ilaa asxaabtii nebiga radia allahu canhum wa sala allahu calayhi qur-aanka qoray iyagu qoray ilan siday asxaabta nebiga ay qur-aanka u qoreen unbaa loo qoraya si kale loo qori maaye wa qaala maalikun ilqur'aanu yuktabu bilkitaabi lawal laa mustaxdathan sutira lama ogola qiyaas ulhijaa in lagu qoro asxaabta nebiga say u qoreen unbaa loo qoraya oo kan bismi illaahi baada iyo siinka maxaad alifta ugu dhexaysa isugu darteen kanna bismi rabbika aad alif u dhexaysiiseen iyaga unbaa ka jawaabi kara iyagana insha allahu haddii aad dadaashay jannada unbaad kula kulmi oo oran maxaad sidan u yeesheen bal noo sheega laakiin adduunka qaar isku dayday oo yiri cillo iyo waxu raadiyey laakiin meel ay wax qabad siiyaan waa la waayay lanna qiyaas alhijaa aqyisadu weligeed waxay ku socotaa qaacide isku mid ah maalan inaan idhaahno subxaan qur-aanka meel alla meeshay timaado waa xada in alif lagu taago nuunkana ay gaar noqoto subxaan laakiin musxafka haddaad hadda fiiriso qur-aanka oo dhan subxaan xada iyo nuunku way isku daran yihiin alifta yaree korka laga saaraya alif ay asxaabtu qoreen maaha dabti baa leeyahay dadkii dambaa iska sameeyey oo dadkii horena yani wax xuruuf oo mulawan ama yani axmari waxaasay ku qoran jireen dadkii dambena mataaabiicdan dambena alif yar bay dusha ka saaraan laakiin asxaabta qoritaankoodu ma saxaabadu waxay qoreen subxaan qur-aanka meel kasta ay timaado xadiga nuunku way isku daran yihiin ilaa meel keliya oo suuratu lisraa qul subxaana rabbii alif baa lagu taagay taas haddaa hadda musxafka fiiris waa arkaysa maxaa sidan loo yeelay lama yaqaan meeshan keliya maxay sidan u noqotay ma nacrif wayaa ka jawaabi lajnadii qur-aanka qortay zayd ibni thaabit iyo raggii dee dadaalow jannada ugu tago iyaga soo warsa iyagoo ku sheegay maxaa sida loo yahay asxaabta nebiga qor laakiin ilaahay annaga wuxuu noogu necmeeyey in uu qur-aankii noo ilaaliyey lafdan wa kitaabatan hadda musxaf qur-aana lama ogola in la qoro haddii la qoro wax khilaafsan sidii rasmiga ahayd waa mamnuuc lama ogola waa ijmaacu lumma waa la diiday musxaf nimadiisa lama ictiraafsana haddaad bismi illahi alif ku taagto arraxmaanina alif ku taagto maaliki yowmi iddiini sow ma aqrinaysa haddaa xafsa aqriyayso haddaa aliftaa qorto waa mamnuuc lama ogola asxaabtu ma qorin asxaabtu miimka iyo laamka way isku dareen oo maliki bay u dhigan tahay siday u qoreen laakiin maalikina way aqriyeen oo aliftaasi in la aqriyo iyo dhigaad xiriir ma leh iyadoo xuruuf badan oo qoran oo waxaa jirta in la aqriyay iyo xuruuf badan oo aan qornayn oo la aqrinayo waawo ulaa'ika baa ka mid a beri buu nin yimid halkaas masjidka noogu yimid oo waa macalin buu ahaa dugsi oo waxaan umalaynaya dugsigii odayaasha qaarkood garanayaan tajwiidka kolkuu yar faafay ilaa saad la socotaan sheekha raxmatullahi caleyh markuu tajwiidka bilaabay dad badan baa kolkii hore diiday oo waa laga hor yimid oo dhibaato badan ba iska dhacday oo waxbaan dhibaatada uga soo yar joognay yacni
kolkaa macalin baan beri noo yimid oo aada u caraysan oo ilen ardadii baa inta dugsiye tajwiidka laga agfuray baa laga wada kacaystay, kolkaa uu caraysan yahay masaajidku noogu yimidoo markaa wuxuu yidhi waxaan rabaa aniga meeshan waxaa ka keenteen tajwiidka la ii sheego. bismi illaahi araxmaan araxiim, miimkan aad reebaysiin bal iga tuso musxafka ilaah waa kala raxiimi soo ma aha, soo ma hoos dhowna الحمد لله رب العالمين سوما أها نونك سوما كردون محان رب العالمين نونك هل ربي حقا لك كيل وحجة إسكا تاقن موقتها إيه وحوه يده ده سيدا أنا تجويد كي علماء دي نقص وقارن ما أنا وحا مصحف كان كو قرن أمبان أخر سنة يبير وحكا لما أوكل مركب ملبا سيدا لك هلي وحا اللي رواية وحي مصحف كو قرن دون ما أخرجها ها أولئك على هدى من ربهم بل أقرب أولئك ووغان محاد أغتكتي اللين ألفتان همزة داس ألفت أصورا ووبا قدم بأي أولئك ما لديه كرام ما هي لما لديه كرام ومحلو أخري واي ما هي محلو أخري معلمين تلقى مشو قال إيه كنا معلمين تلقى مشو قال واس كمي كنا واس كمي سورة أرآه استغنى أرآه بيده المكتة حتى شو ماله أرآه أن رآه ما لديه كرام ما يلا ما لديه وما هذا بل ربكم بل ربكم ما لديه كرام ما يوان بل ربكم ليه أعلمكم حال لو قلتك إيه معلمين تي لقمشو هذا هو شيء اللي قول شيء يبا وكنا معلمين تي لقمشو قاري وي معلمين تي هوري قرآن كنا برين حرف حركة يسنكم إيه لجوك سنين إيه وحالو جوك سنين سكون ربنين الحمد لله رب العالمين هذا جوك سنين هذا الحرير يصف waad xarakaynaysaa. Hadda soomaalihu dugsiga marka ama qur'aanka ay dhigan jireen arrin fiican baa jirtay oo ah in wasliga ama xarakada kelimad kaste xarakada ay ku dhammaato in ardayga la xifdisiiyo, waana arrin hadda dadka qur'aanka xifdiya ka maqan weyn, waa arrin muhiim, laakiin wasliga mayna aqoon. Bimacnaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu in lagu joogsado waa la baray, waana wanaagsan tahay in la baro nastaciinu inay godan tahay, laakiin lama barin wa iyaaka nastaciinu ihdinaa in la yidhaah. Idan xarake in lagu joogsado waa la baray, laakiin ariiqata alwasli in la xiriiriyo oo hamzatu lwasligana ay dhacayso oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ihdinaa waa khalad. Waa ina haddaad xiriiriso aad tiraa wa iyaaka nastaciinu ihdinaa. مركة تاريخ أهان قرآن كوا قديم في الصومال أبو أن عيال كيس قرآن كبرنا وسوق هذا جرين وقبل هي حي قرآن كإنه يبرتان بأصل حي تمدن كان يرير مقال لمدن يسكول كان يوحن مركي لب الله بينا إن بدن وحا عادة وأهيد أسر كصومالي ذا إن أين سكول جينين المهودة إلا قرآن كلا سوحف دي شيء أرن آدو وناكسن بيها حي. markii dambe laysu keenayna waxoogay khalal waa jiray oo ma garanaysaa dee dabcan arrintan oo ghazwu fikriga oo caalama alislaami oo dhan lagula dagaalamayey oo in maaragtay diinta wahan iyo dacfi la geliyay way iska jirtay oo ardayga saad la socotaan dugsiga qur'aanka ah dugsi maaragtay meel fiican haysta ma aha, waa meel iska maarag iska tabaalaysan oo khashab iyo ka samaysan oo dhulka iska ciidyahay oo markaasaa weliba maaragtay markuu dugsiga sii tegayana dhar iska jeexjeexan iyo kolku iskuulka tegayana la qurxinaya la hagaajin. Waxaan gadaal baan ka fahamnay waxay ahayd ghazwi fikri oo dadka lagula dagaalamayo oo la doonayo in diinta wahan la geliyo min albidaaya ayay ahayd, laakiin asaalatan qur'aanka bifadlillaahi way jireen dadkuna sidaasuu ahaa. Iyadoo cilmigaas horay u jiray baa indiraas soo galay. Indiraaskaas soo galay wuxuu keenay lugadii lagu hadlayey ee dadku ay ku hadlayeen ee caamata naas ee lugadii soomaaliga ahayd iyo in badan makhaarijtii carabiga ahayd inay isku hor timid, taasna khaas uma aha soomaalida, khaas soomaali uma ahe, xataa dadkan af carabiga caadiga ah ku hadla qolo waliba mashaakilkeeda iska wadata. Masalan hadda masaarid oo kale xuruuf badan baa markay caamatu naas ay yihiin dhib ay kala kulmaan markay qur'aanka akhrisanaya, sida dhalka iyo thaada oo kale iyo dhib badan haddaad aragto meesha iyo tajwiidka iyo lagu barayo waxa weeye talic lisaanaku maanta o dhan ku hayna carabkaaga soo ida ida mish iza iza
إذا جاء نصر الله بسكلي وهذه لهجته قلوين كلو إسكجران يعني وهكذا سومالينا حروف بضن أي لهجته دي يلغوذه دي كهذين أنا مركان سالة يا وحان كير دينا يا وير دينا يا بنا أقول إلى يومنا هذا إن أف سومالي أف عربي لقد أحساره أنا وحان قباب سومالي وإنو يا أف عربي وأؤكد على هذا وأنا ديار بان وهينا أن أريد أصدود بضن ككين أصدود بضن ككينك هداد أصفي في رسالتنا لغة عربية نحو ذي كما هو اللغة الصومالية في نفس النحو وأن أقان أنا أعلم وتقان أنت تعلم ويقان هو يعلم وأن قان نحن نعلم حروفنا أيت هي نفسها في الصومال سيدا ما كل هذا الدين شيء ما لكن قولوا إنك كلام كل الدوضاء قولوا إنك كلام أيام كل الدوضاء أمرك دهنا في الصومال عربي ما هبان لها إن بدن أو لغة عربية أو آذن قرني نين بهجرة قالوا وحكم إذا ليلة حميرو الأردن أم كدكت أمرم برم سيام في مسافر بنبي كويرين قل خاس وجوه ليس مرم برم سيام في مسافر أذوق بفهم بن كويرها ما فهمان مرك محلو جاد دوا في عربي لكن قرن ميش معجزات كان النبي قال وحكم إذا هبا ليلة عليه الصلاة والسلام وفود عربت أنت أتماده إن إجلها الله إن شغنا أولها الله أفكوا ذكرها الله أصحابته كلنا هنا فهمين وأبو بكر يا عمر الرجاس أفكا هنا فهمين المعوية وأنا أف عربي هذا وأنا أف عربي قل كه واحد إلى فرع فروع ذا كم إذا ويانه أحبيان لنسي إريان إلى الأوران أف سومال هو لغة عربي لكن كلمات يا حروف وحا كجرة عن مخارج الحروف الأصلية هاي سنة ضاد كه كم إذا حرف الضاد مش موجود يعني بوسكي ضاد كه لام بالش كجلي وهذا كلمات فربضنا واصل كود عربي هاي هذا هدي أن إسلام بار بار نوح بدم بهلينا كلمات فربضنا وأف عربية ولا سو مالية وأصل كيدو ضادها لكن لام لا قد جي أرلاذي بدت كقاركس كنا أرلاذي إله أرلاذي أصل كيدو أرضاذي أهيت سما توا بس كفهم إيش واحد لور أصلها من الضر لد أصلها من الضد ولكن ما دام أون الكجر لفظي يعني حرف كاني اللي هو الصومالية اللام بالغدي سأصدق كذا بعد ذلك قاركي ولا اللالين إسكده وغلط قاروا حدهن مايا تاسي وين وير فالحنطو اللام بوميشي نقضيه أنه بالملكة لمركاسها مخرج أنجري اللور الرادي قال كتلا سوق هذا بشنتي ولا الظفالين يالكا لقدي وهذا أيضا خطأ حرف الطاء بها كم إذا الطاء بوس كذي نابها كجرتا دبر يا دينع يو ما قرنيش فد يو دا ولكن دا عربي كم منها قال بقى مركز كسر هذا سرار دل الذين إسكير إذن سرار دل مستقيم ثم قرن واحدهم ما يو دا ذو يسير علوس تاعه حوجي أنه صوفه ذينه ضا أن ده أنه ضا ضا لا ضا ولا دا أفعربي ما الله بذيبه حرف ك طا طا طاويا اهدنا الصراط المستقيم الى هذا مشاكل بدنا كايست حرف الطاء مكين كران ولان ضاء يا ضاء لذلك الشيخ رحمه الله عليه وحول الجري يعني اسلامتا اسكا ما اركتي عبرتا اعوذ بالله من الشيطان دان الرجيم ترى ايا كسوافسن او كسحسن ولذلك الشيخ اعوذ بالله من الشيطان دهي ليش لان ايدو مركي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى صفات كي حرفكم بيقفتي مخرج كي سوي كانت لأن ذلك يطاد يتاد وش مخرج مركا شيطان مركا تلهي دي شيطان صفتي بعد قفتي مخرج كي ما تقفين لكن هذا شيطان وان تلهي مخرج كي بما يزيد ما أنت في المخرج مركا توفيق بأ الله نوافجيه إن شاء الله القرآن كان كده ذلك ونحن يعني أهل الصومال وأصلا للقرآن وي بلد كان أنجوغنا وضمدنا أنجوغنا النعمة وين باتها أنك فائدة سنو بفضل الله تعالى سادة سعطان الحمد لله أئمة حلوه وناكسن وحفاظه أي ملك استجوغ قولي قاعد دقنت هاي منطقة دقنت هاي ما وككلتك هذا بات كفائدة سن كرتا واتكبران كرتا يعني حجه كدقني فلان يا علام بان وايو قران بران ماي واتبران كرتا هذا انت هاوي دبا معلن كان ليلة هو ان كمبيوترك بايساقنا كبري كرا وإلهي سبحانه وتعالى خير بدن قول لقي كل القرآن كان قوة دلالة أن برنو
والله ولي التوفيق وبالله التوفيق انت خشوا جزاكم الله خيرا.